الايس كريم الكونو يا شيخ علامة من علامات الساعة. من قال الايس كريم الكوم علامة من علامات الساعة؟ ده كلام غريب يعني. اللي هو اللي في اقماع بسكويت ده، في الحديث بتاع الرسول عليه السلام اللي بيقول لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. لا 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 لا، مش آيس كريم دي خالص. لو ثبت الخبر، لأن في كلام شوية ده بيتخللون يعني الكلام، الكلام على الكلام اللي بيخرج من أفواههم يعني يلوكون الكلام. بالنسبة لل مش الآيس كريم، الله يغفر لك. لا لا، أنت ما تتكلمش خالص، إلا بتقرأ، اقرأ الأول للعلماء. ثانية واحدة بس. لا ثانيتين ولا بس ولا لا معلومة بس. معلومة إيه بس يا عم، الله يغفر لك. أول نوع من الآيس كريم اللي هو بيتاكل باللسان. أيوه، ده بقى زي المنافقين ولا من أشخاص الساعة؟ مارتيني 1903. ها؟ الآيس كريم اللي بيتاكل باللسان اللي هو النوع اللي عامل زي كونو ده، أول آيس كريم بيتاكل باللسان، بيلعب بيتاكل باللسان زي ما البقر بتاكل بألسنتها. يا حبيبي صل على رسول الله، صل على النبي محمد كده. علي الصلاة. وانا انصحك، هي اشارة للزمن يا عم. اشارة زمن ايه بس يعني؟ اشارة ايه؟ الله يغفر لك. هو بيتكلم على الذين يلوكون الكلام بافواههم، مش عشان الايس كريم. الله يغفر لك. انا عارف يا شيخ، انا عارف يا حبيبي. اسكت، ما تتكلمش بقى خالص كده في ايس كريم ولا في الايه.